السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بن هاشم أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، السيد محافظ كربلاء المهندس مصير جاسم الخطابي المحترم، السيد رئيس هيئة الإعلام الدكتور علي المهيب المحترم، السادة الحضور من الإعلاميين والشعراء والأدباء نساء ورجالا، والحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ترحب الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بهذا الحضور الكريم المبارك، وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي سماحة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي عزه الله، ونتمنى لكم قبول الأعمال وأن تسجل في ميزان أعمالكم. الدور الإعلامي كان له حضور فاعل وحيز في منظومة النهضة الحسينية ونشر أهدافها، حتى أصبحت الصرخة المدوية التي زلزلت عرش الطغاة، التي تقض مضاجع الظالمين على مدى العصور والأزمان، كما أن للإعلام تأثيرا واضحا في نقل الصورة والمعنى إلى الآخر، وأن نقل القضية الحسينية وما حملته من مبادئ وأهداف تتطلب أسلوبا إعلاميا يضم مختلف الجوانب العلمية والفكرية والفنية والثقافية لتعريف العالم بها بتعدد لغاتهم واختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولتسليط الضوء على تلك المبادئ ليستنير بها كل مفكر ومتحرر ومثقف وأديب، وكل من هو تواق للحرية والانعتاق من العبودية. أن المعركة الأولى التي انتصر فيها الإمام منذ أول ساعات يوم الطف وإلى يومنا هذا هي المعركة الإعلامية، لأنه خاطبهم بطريقة متفوقة على مستوى الحدث بعدما جاءوا بتلك الجيوش الجرارة من أجل أن يقتلوه، لكنه قام خطيبا فيهم وجابههم بالكلمة والمنطق والحجة، فقال لهم: اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم وحتى أعتذر إليكم من مقدمي إليكم، فإن قبلتم عذري وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقد أثر فيهم إعلاميا، وكما وصفه المؤرخون لم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه، وهذا الصوت هو ما يعرف اليوم بالإعلام، الذي مثله خير تمثيل قائد الثورة وملهمها الإمام الحسين عليه السلام. لقد تحولت القضية الحسينية بعد انتهاء واقعة الطف عسكريا إلى معركة إعلامية حامية الوطيس بامتياز بين طرف سخرت له كل إمكانات الدولة وطاقاتها، ولكن تنقصه الحجة والمنطق، وطرف آخر لا يملك من الإمكانات سوى الحجة والمنطق
والإيمان بالله والتوكل عليه، وهذا ما يجب أن يتصل به ويحمله الإعلام المنصف والموضوعي في هذا العصر، بأن يكون على درجة كبيرة من الوعي والإيمان بالله ورسوله وأهل بيته، ويمتلك الحجج الدامغة لإعلاء كلمة الحق ونشر رسالة السماء والدفاع عنها، كما كانت زينب عليها السلام هي انطلاقة الإعلام الحسين الأولى بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث وظفت بشكل فعال في نشر أحداث واقعة الطف وتوضيح الحقائق بما تمتلك من فصاحة اللسان وبلاغة في الكلام، وقد وصفها المؤرخ في خطبتها في الكوفة: لم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. وانطلاقا من هذا الأرث الحسيني الإعلامي الأصيل، علينا تسليط الأضواء على جوانب كثيرة من نهضة الإمام الحسين عليه السلام العالمية الإصلاحية الكبرى، وأن تتعرف شعوب العالم وعلى اختلاف مشاربها ومذاهبها وأديانها على شخصية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته ومظلوميتهم وكفاحهم ضد الظلم والفساد، ومشروعية نهضته، وأن نساهم في إيصال نهضته بكل ما فيها من أبعاد إنسانية ورسالية وتحقيق الحرية ورفض لمنطق الظلم والطغيان والديكتاتورية، ودعوة صادقة إلى العدالة الاجتماعية واحترام إرادة الشعوب وحقوق الإنسان وقبول الآخر وضمان حق العيش والحياة للجميع، بما يسهم في تشكيل رأي عام عالمي يتقبل نهضة الإمام الحسين عليه السلام ويتفاعل معها ويدرك دوافعها وأبعادها الشرعية. وهذا ما نلمسه اليوم من أصداء هذه النهضة الحسينية الكبيرة، حتى بات إحياء مراسم عزاء الحسين عليه السلام وزيارته، ولا سيما زيارة الأربعين المليونية، تزداد اتساعاً من حيث العدد ومن حيث الانتشار الجغرافي. كل ذلك يعود في جوانب مهمة منه هو نجاح الإعلام في إيصال صوت الحسين عليه السلام وصدى نهضته التضحوية الخالدة إلى بقاع الدنيا وإلى كل الأحرار والمنصفين في العالم، وهذا ما نطمح إليه من أهداف سامية ونبيلة من وسائل الإعلام الأمينة والموثوقة التي ستشارك في نقل وقائع مراسيم زيارة الأربعين. لقد كسر الإعلام حواجز التعتيم والتكميم التي مورست ضد النهضة الحسينية على مدى سنين طويلة، وأتاح للعالم أجمع فرصة الإطلال بشكل مباشر على أسباب هذه النهضة ودوافعها وأهدافها ونتائجها، حتى بدأنا نشاهد أعداداً كبيرة من غير المسلمين ومن غير أتباع أهل البيت عليهم السلام يحيون مراسم الإمام الحسين عليه السلام بصور وأشكال مختلفة، لكنها تتفق في أنها تنهل من معين عاشوراء الصافي، دروس العزة والشرف والإباء، كل ذلك بفضل وسائل الإعلام والاتصال المختلفة التي باتت في متناول الجميع دون حدود أو قيود. إن دور الإعلام الفاعل ونقله للقضية الحسينية قد نجح نجاحاً باهراً، لكنه ولبلوغ هدفه وتوضيح غاياته يحتاج إلى تعدد الوسائل والانتقال إلى الجانب الثقافي، مثل إقامة المهرجانات والمسرحيات وإقامة معارض للرسم والفن التشكيلي
وتجسيد قضية الطف على شكل لوحات فنية. فاللوحة والفن التشكيلي هذا لحد ذاته لغة عابرة للغات، كما أننا نحتاج إلى أن نترجم النصوص الشعرية والنثرية التي تناولت القضية الحسينية إلى لغات أخرى عالمية وإلى أعمال كبيرة حتى بمستوى البانوراما، بأن نجعل في كل عاصمة من عواصم العالم بانوراما الحسين عليه السلام. وهذه لا تحتاج إلى لغة، فالصورة واللوحة والفن والظلال هذا كله يكفي في الخطاب مع الآخر بأفصح اللغات. إذن نحن لا نريد أن تكون الوسيلة الإعلامية وسيلة تتكئ على متبنيات فكرية هشة، وإنما وسيلة فكر وحكمة تحاكي معاني الحق وتجعل من النوح والرساء والبكاء رمزا للإباء ولفظ الذل والخنوع. فوسائل الإعلام وواجبها في نقل القضية الحسينية يعود إلى المقدرة الفكرية لكل مؤسسة إعلامية، وأيضا لتصدح حناجر الشعراء والروادين وتعلو أصواتهم حول هذه القضية الحسينية لتكون مكملة للدور الإعلامي. فكان الشعراء والأدباء وقراء المنابر هم الأصوات الإعلامية التي جابهت وواجهت دولة الباطل لتفضحها وتكون سبباً في كثير من الثورات والانتفاضات على مدى التأريخ بعد واقعة الطف، ولتسهم بشكل فاعل في ديمومة هذه الثورة وانتصارها. وفي هذه المناسبة ومن هذا المقام المقدس ومن خلال مؤسساتكم الإعلامية بكل صنوفها، نخاطب جميعاً الضمائر الحية ألا تقف مكتوفة الأيدي ومتفرجة على ما يجري من مآسي وآلام لأطفال ونساء غزة وهم يذبحون ويتضورون جوعاً وعطشاً وألماً من الجراحات. لا أرض تقلهم ولا سماء تظلهم إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الضمير العالمي والإسلامي أجمع، ومن مدينة الإباء وقلعة المستضعفين والثوار وقبلة الأحرار مثوى سيد الشهداء عليه السلام وريحانة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة لتعلو صرختهم ولاءاتهم بوجه هذه الهمجية والسادية المتعطشة لدماء المسلمين. وفي مقدمتها المنظومة الإعلامية بكل إمكانياتها وأبعادها وبجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأن نستثمر هذا الحدث العظيم وهذه التظاهرة المليونية لنعبر عن ولائنا وتضامننا مع صرخة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، ونقول لهم: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فهذه الصرخة الكبيرة التي أعلنها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ستبقى جذوتها متوقدة ومدوية تنتشر في كل بقعة من بقاع العالم، لأنها صرخة الحق ضد الباطل وضد الطغيان والاستعباد والغطرسة. فهي من مبادئ وقيم السماء التي حملها الحسين
نيابة عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أتمنى لكم وقفة ودور إعلامي حسيني كبير، وصرخة لنصرة الحق والعدل ضد الظلم والطغيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد محافظ كربلاء المقدسة، أخي المهندس صيف الخطابي المحترم، سماحة الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد جواد العبايجي المحترم، السادة الحضور المحترمون مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب جميعاً، الزملاء الإعلاميون الأحبة كافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء وإمام الأحرار وحبيب قلوب المحبين أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من دواعي التوفيق والسداد أن منحنا الله سبحانه عظيم الشرف والتكريم للمشاركة في أكبر حدث عالمي شعائري ديني وأخلاقي وروحي على وجه البسيطة هنا في عراقنا الحبيب وأرضه الطيبة، وبواسطة شعبه الكريم المعطاء الحر الأبي الذي لطالما سطر حروف الولاء والانتماء للعترة الطاهرة ووطنه، موطن الأنبياء والأولياء والأئمة والعلماء والشهداء والأبطال. والشكر لله على توفيقه لإقامة مؤتمرنا هذا بنسخته الثالثة للإعلان الرسمي عن انطلاق التغطية الشاملة للزيارة الأربعينية المليونية الغراء، وسط حضور جماهيري منقطع النظير ووجود إعلامي هائل ومتنوع على المستوى الوطني والدولي لنقل أحداث وأجواء وصور هذه المناسبة المقدسة ومجرياتها القيمة، والتي تتم برعاية مباشرة من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وجميع المؤسسات ذات العلاقة. حقا علينا أن نفتخر كعراقيين أن وقع الاختيار علينا لإقامة هذه المناسبة الروحية العظمى في بلادنا، والتي تمثل قيم الرفض القاطع للظلم والجور والعدوان أينما ومتى ما حصل، ومنبرا لتقديس الحرية والالتزام بالمبادئ الفطرية والإنسانية بين البشرية جمعاء، مما جعل قلوب أحرار العالم تهوى العراق وشعبه وعتباته ومقدساته وقيمه ومبادئه وزياراته المليونية. وما علينا إلا إدامة هذا الزخم الكبير وتخليده وتسويقه إعلامياً بأفضل صورة ممكنة تماشياً مع الجهود الشعبية الكبيرة المبذولة من قبل أبناء شعبنا استقبالاً وضيافة وعطاءً وكرماً ورعاية. إخوتي وزملائي في المؤسسات الإعلامية الوطنية كافة، إن مسؤوليتنا كبيرة جداً بل مضاعفة وخطيرة، ويجب أن نتضامن ونتعاون معاً لإظهار الصورة الحقيقية لبلادنا وأبناء شعبنا وهذه المناسبة الغراء. إن منطلق المسؤولية التضامنية في تغطية الزيارة الأربعينية منذ المسير والمصير هنا في كربلاء الإباء وحتى العودة يسهم في تحقيق نجاح متفرد لهذه الفعالية الدينية الاستثنائية التي يشارك فيها جميع أصحاب المواكب والهيئات الحسينية وعموم أبناء شعبنا الكريم، فضلاً عن امتثال جميع مؤسسات المحافظة لتوجيهات الإدارة العليا في الدعم والإسناد والتعامل بروح المسؤولية الوطنية وبوعي عال واهتمام مميز مع كافة وسائل الإعلام لتسهيل التغطية ومنح التصاريح الأمنية ونقل المعدات الإعلامية وتوفير الأجواء المناسبة للعاملين في وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية، وهو أمر مقدر ومشكور. إن موقف القداسة في أرض الكرامة والتضحية والشهادة
تزيدنا عزما وتفانيا واخلاصا في اداء الواجب لنقل صوره ناصعه عن التكافل والتآخي والتخادم الذي يرفع درجات النجاح في عملنا الاعلامي الملتزم الذي اشرحت له مختلف المؤسسات الاعلاميه العالميه والمحليه مساحات البث لنقل الحدث الديني الابرز والافخم على المستوى الاسلامي في العالم، ذلك لان هذا الحدث الكبير يعبر عن استقطاب عالمي لملايين البشر في تجمع هو الابرز على وجه الارض كما ونوعا ومتابعه ومساحه في وسائل الاعلام والتواصل في كل بقاع العالم. وبهذا الصدد تود هيئتنا التنويه بانها رصدت وجود اجندات مشبوهه ومخربه تحاول العمل على تشويه صورة الزيارة والزائرين من خلال ترويج ونشر مقاطع ومحتوى مغرض ومصطنع وإلساقها بالزيارة والزوار. وهنا نؤكد أننا وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية الباسلة سنتخذ أقصى العقوبات بحق أصحاب هذه الأجندات والمحتوى المغرض، كما نؤكد لأبناء شعبنا ضرورة الحذر والتوعية من الوقوع في شراك هذه الأجندات التي تحاول خلق الفتنة وتشويه صورة الزيارة المباركة. إن هيئة الإعلام والاتصالات ترفع باقات الثناء والعرفان لجميع زوار أبي عبد الله الحسين المتواجدين في العراق من كل أنحاء المعمورة، ولجميع وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية والعاملين فيها، وتشدد على ضرورة إدامة التواجد والحضور والتغطية بأعلى درجات الموضوعية والدقة والمتابعة الحثيثة في رصد الأحداث ونقلها. مباركين لكم جميعاً جهودكم الجبارة لإنجاح التغطية الإعلامية للزيارة وتحقيق عالميتها. نعم، إن عالمية الزيارة والتغطية هدفنا الإعلامي الأول الذي نسعى لتحقيقه معاً، وأفتخر إن هذه التغطية وصلت في هذه السنوات إلى ذروتها وأوج عملها بتضامن وطني منقطع النظير من الجميع، وبحضور عابر للطوائف والقوميات، وبروح وطنية تليق بعراقنا وشعبنا الأبي الموحد الكريم. ومن منطلق مسؤولية هيئتنا في إدارة قطاع الإعلام وبهذه المناسبة الغراء نجدد تأكيدنا على النقاط المركزية التالية التي نسعى إلى تحقيقها معا بإذن الله. أولا، تكريس وحدة الكلمة والصف في ظل هذا التلاحم الوطني والفكري والروحي العابر للأديان والمذاهب والقوميات عبر إظهار فعاليات الزيارة المقدسة وانعكاساتها الإيجابية على الوحدة الوطنية وتعاضد وحضور جميع العراقيين. ثانيا، تأكيد مشاهد الترابط الوطني والتآزر الاجتماعي بين أفراد الشعب العراقي بما يمثله الحسين عليه السلام من نقطة التقاء وتوافق وطني وإسلامي وإنساني. فالحسين يرعانا، والحسين يوحدنا، والحسين يقود مسيرتنا نحو العدالة والحرية والإنسانية. ثالثاً، تسويق المحتوى الإعلامي الهادف عبر توثيق ما يدعم عالمية الزيارة وتأثيرها، ولا سيما في مشاهدات الزائرين ورصد المدونين وأنشطة أصحاب الحسابات المؤثرة. رابعاً، تعزيز التنشئة الأخلاقية والفكرية والروحية عبر رصد المظاهر الإنسانية والقيم النبيلة المتجسدة في زيارة الأربعينية وزوارها، وبيان غاياتها وأهميتها في تحقيق التواصل والتلاقي العقدي والروحي بين أبناء الأمة كافة. خامساً، التركيز المضاعف على قيم الزيارة وفلسفة وجودها ودوامها وزخمها وانعكاساتها ومعطياتها لجميع الناس شرحاً وتفكيكاً وتحليلاً ومعرفة، وعدم الاكتفاء بالتغطية فقط، فعلينا إيصال الصورة وإيصال الرسالة معاً لتحقيق الفائدة المضاعفة. ختاماً، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع القائمين على رعاية هذه الفعالية السنوية المباركة
ونتمنى لجميع زملائنا الأحبة في كافة المؤسسات الإعلامية توفيق الخدمة، توفيق الخدمة والتألق والنجاح الباهر في عملهم الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب السيد الأمين العام للمعتبة الحسينية المقدسة، إليك مني تحية وسلام وشكر وعبرك إلى سماحة المتولي الشرعي للمعتبة الحسينية المقدسة حجة الإسلام العلامة الشيخ عبد المجيد الكربلي على دعمه الكبير لاحتضان هكذا فعاليات لإبراز القضية الحسينية. السيد رئيس هيئة الإعلام والصلاة حياك الله، وشكرا لإقامة هذا المؤتمر بنسخته الثالثة لما له من دور كبير في إبراز زيارة الأربعينية وإيصالها وإبراز عالميتها. الأخت الكريمة رئيسة لجنة الإعلام والعلاقات في مجلس المحافظة والسيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور، إخواني وأخواتي الأعزاء الأحبة رؤساء المؤسسات الإعلامية الحضور الأكارم، تحية لكم وسلام من كربلاء المقدسة، من كربلاء التضحية والعطاء. ولعله في بادئ القول أن بعد تلك الكلمات الطيبة وفلسفة هذا المؤتمر لا بد أن نركز على نقاط أساسية. أن كربلاء المقدسة والأحبة الأكارم التي ما برحت دائما تشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، على نعمة التوفيق لخدمة زوار أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام على مدار العام في كل الزيارات المليونية والزيارات الاعتيادية. واليوم ونحن في أجواء زيارة الأربعينية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العلماء والمراجع وعلى مستوى الدولة، واليوم دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني المحترم عندما أسس لأول مرة اللجنة العليا للزيارات المليونية، وعندما اليوم تقوم محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع العتبتين الحسينية والعباسية، والذي يمثل هذا التعاون والتنسيق مرتكزا أساسيا لإنجاح هذه الزيارة وسواها، وكذلك التنسيق دائما والتعاون مع المؤسسات الاتحادية سواء كانت مؤسسات أمنية أو مؤسسات خدمية، وكل هذا دائما وأبدا نحيطه بتعاون كبير ودعم كبير من أهالي محافظة كربلاء المقدسة. نعم، كل الشكر والتقدير لكل الهيئات والمواكب الحسينية ولكل محبي آل بيت النبوة من كل البلدان والمناطق التي يوجه الزوار الأكارم، ولكن يبقى الملتقى ويبقى الهدف الأساسي هو الوصول إلى هذه المدينة المقدسة لكي يتم السلام والتحية والتعازي لأبي عبد الله الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. لا بد أن نشير اليوم في هذا اللقاء أن حركة الإعلام، وأن اليوم عندما نتحدث عن إعلام القضية والقضية الإعلامية الكبرى التي انطلقت بعد يوم واحد من عاشوراء، ذلك تلك الوقفة الأكيدة العظيمة الواضحة التي وقفت بها زينب العقيلة سلام الله عليها، ووقف بها إمامنا السجاد على ذلك المنبر أمام الطغاة لكي يبين بشكل واضح القضية الحسينية ويرسم لوحة حقيقية لصورة عاشوراء مبدأً وتضحية وفلسفة وأهدافاً. كل تلك هي نقول كل تلك الكلمات وكل تلك المواقف هي كانت الحلقة الأولى للدور الإعلامي الهادف. واليوم عندما نلتقي هنا لإطلاق هذه النسخة الثالثة لزيارة الأربعينية الإعلامية، نقول أن كل ما تقوم به المؤسسات سواء كانت مؤسسات الدولة، مؤسسات العتبات المقدسة، المؤسسات الأهلية، القطاع الخاص والجماهير الموجودة التي تعمل ليلا ونهارا لخدمة الزائر الكريم، نقول بضرس قاطع
ان الامام الحسين لم يكن في يوما يحتاج الى تغطيه اعلاميه، وقضيه الامام الحسين لم تكن في يوم من الايام تحتاج ان نسلط عليها الاعلام، ولكن الناس والجماهير وشعوب العالم التي عندما نرى ونقرا ان شعبا وان قائدا وان زعيما ثوريا في اصقاع العالم لم يكن ليتدين بدين الاسلام، انما كان يلتحف دائما بالقضيه الحسينيه ويجعلها مسارا ومنارا وقوه كبيره ووقودا للحريه، عند ذلك نقول ان قضيه الامام الحسين عليه السلام هي الهدف الاساسي منها والاسمى منها هو استثمارها للبناء الانسان العظيم، واستثمارها لاشاعه روح التضحيه والفداء والمساواه والعدل ومحبه الاخرين والعلم والعمل وبناء البلدان. وبذلك الشعوب هي التي تحتاج الامام الحسين، الشعوب والجماهير في كل انحاء العالم هي تحتاج التركيز على قضيه الامام الحسين وايصالها اليهم. وبذلك فان فلسفه هذا التجمع وهذا المؤتمر انما هو حقيقه انما يرتكز على اساس دعم الاعلام الهادف الذي يريد ان يوصل قضيه الامام الحسين لكل ارجاء العالم لتستفيد منها البشريه ولتستنير منها شعوب العالم قوة وعطاء وأداء، وكي تكون دائما شعرة وقادة لكي تنجلي لحظات الإحباط عند تلك الشعوب عندما تستذكر الحسين وتستذكر آل بيت النبوة وأصحابهم في ملحمة عاشوراء. لا بد من هذا المكان المبارك، وهو مكان قريب من مرقد الإمام الحسين عليه السلام في هذا الصحن الشريف، وعندما تنطلق هذه المبادرة الكريمة من هيئة الإعلام والاتصالات، والتي نتوجه بالشكر والتقدير لهذه المبادرة والاحتضان الكبير من الأمانة العامة للعتبة الحسينية ومشاركة الأخوة الأعزاء والأخوات الإعلاميين حقيقة في إعلام هادف. نؤكد هنا أن محافظة كربلاء المقدسة مستمرة دائما بتوفير كل مستلزمات الوصول إلى المعلومة والوصول إلى حالة التفاني في تقديم الدعم الأمني والدعم الخدمي لكل المؤسسات العاملة، لكل من يعمل لإظهار القضية الحسينية وإيصالها إلى شعوب العالم، ولكل من يعمل معنا لإنجاح الزيارة الأربعينية. من هذا المكان نؤكد اليوم ونحن في بداية شهر صفر أن محافظة كربلاء المقدسة وبالتنسيق العالي مع دولة رئيس الوزراء والمؤسسات الاتحادية والعتبتين المقدسين الحسينية والعباسية من الآن هي أكملت كل استحضاراتها الأمنية والخدمية وفي كل القطاعات. ونقول للزوار الأكارم محبي آل بيت النبوة من هنا من الصحن الحسيني الشريف، أهلا وسهلا بكم من أي بلد أو بلدة قدمتم، فستجدون العراقيين والكربلائيين كما عرفتموهم بشمائلهم وسجاياهم ومحبتهم ينتظرونكم ليقدموا كل الخدمات التي ممكن أن تكون لمحب قدم إلى محبيه. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأهلا بالحضور الأكارم، وشكرا جزيلا لهذا اللقاء ولهذا الملتقى، وإن شاء الله الله يوفقنا جميعا لإنجاح ونجاح كبير في خدمة زوار الإمام الحسين وأخيه الفضل العباس. وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في رحاب سيد الشهداء وقبلة الأحرار ونصرة لصوت الحق والعدالة والإنسانية، وعلى بركة الله نعلن من جوار حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام عن انطلاق التغطية الإعلامية الشاملة لمراسيم الزيارة الأربعينية الغراء، لنعرف العالم بأصدائها ومجرياتها نحو تكريس وعي مؤمن بالإنسان ومبادئ الحق ورفض الظلم والعدوان، سائلين المولى التوفيق والسداد لكافة وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية لنجاح مهمة التغطية وإيصال الرسالة الحسينية كاملة وتامة لجميع أرجاء العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تطلق هيئة الإعلام والاتصالات الخطة الإعلامية الشاملة لزيارة الأربعين للسنة الثالثة،
بالتعاون مع العتبات المقدسة لا سيما العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. هذه الخطة في هذه السنة تضمنت العديد من المحاور، ركزت في جلها على مسألة التعامل بروح الوطنية مع هذه الزيارة المباركة، وتضمنت العديد من الفقرات والمحاور التنفيذية في هذه الزيارة، في مقدمتها التركيز على وحدة الصف والكلمة ونقل الصور السامية من التعاضد الاجتماعي والتلاحم الوطني في هذه الزيارة، علاوة على مسألة التركيز على أهداف التنشئة الاجتماعية والثقافية وحتى الفكرية في هذه الزيارة المباركة. بصراحة هذا اليوم المؤتمر السنوي الثالث لإعلان الخطة الإعلامية لزيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، هذه النسخة الثالثة بدورها. طبعا هذا المؤتمر هو كلش مهم، المؤتمر الإعلامي لوضع الخطة الإعلامية. بصراحة اليوم كجهات إعلامية كقنوات رسمية عدنا كثير من النقاط وضحناها خلال المؤتمر، وأيضا راح نوضحها في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. طبعا أيضا العمل يكون من سابقة بين القنوات، يكون تنسيق أيضا بين القنوات وبين العتبة من أجل سابية العمل.